عماد وديامون سفير من سكان شكة فازوا بجائزة اللوتو بما يقارب 400 مليون ليرة لبنانية، وطبعاً إدارة اللوتو مثل كل الفائزين سلمتهم المبلغ نقدي. عمري 50 سنة، ساكن حالياً بشكة. كنت قاعد نهار الاثنين الظهر، أخذ بريك للظهر، عم بأرجل، جاني مسج من اللوتو أنه ألعاب لوتو على الأونلاين، بقى لعبت كيو بي وعشية كمان قاعد عم بأرجل إجا المسج أنه ربحين الجائزة. بس الحلو بالربح مش بس الربح، المبلغ هو 378 مليون، الحلو أنه كنا متذكرين 378 ألف. بعدين قريناها مزبوط، حسينا في شي غلط، تتأكدنا أنه المبلغ مزبوط مليون، يعني بالمليون، وطلعت الصرخ. أول نهار صراحة نهار تنام ملبسنا البيجاما، يعني بمعنى أنه ضلينا بتيابنا للصبح، ما نمنا، وثلاثة نمنا شوي، امبارح ما نمت، يا ريت كانت أكتر، تاكلنا ما خلينا إنسان بتضايق أو هيك. عماد عنده منشار صخر وأنا عندي بوتيك تياب، ضرب القطاع كله، بتعرفوا شو صار بالبلد. عنا ولدين مثل ما قلنا، واللوتو هلأ بعتبر هي ضمانة ولادي. بكين هذا المبلغ ولا أكبر ولا أصغر؟ مبدئياً أنا شخصياً بقى لبنان ما أفكر سافر، وأكيد رح يساعدني كمان يقوي لي معنوياتي تا أكتر ضال بلبنان. حتى الأرزة برقبتي ما بتفرقني وما بترك لبنان أبداً، شو ما يصير ما بتركه. بهيدي الظروف وهيك في كتير إشي عم تشغلنا راسنا وبالنا، وقفنا صراحة، بس ما بعرف كأنه مسج من ربنا أنه هلأ لازم تقطعوا لوتو، وقطعنا والحمد لله نشكر الله. هيدا المبلغ بيشمل كل شيء، أمل وحظ وأمانة وضمانة. ربحانين نحنا صراحة من 10 سنين قبل عمادة ابني بثلاث أيام، ابني الثاني جيمي، بدي أقول لي عماد، بقول لي جماعة ربحنا 1,700,000، صبنا 5 أرقام. في كتير عالم بتقول لها شو كذب، عن جد في عالم بيقولوا كذب إنه بيضحكوا عليكم ومدري شو، انه لا ليش تضحكوا علينا، ما هيدا حظ، هيدا حظ بالحياه بيجي مره. بقى هيدا الجواب لكم انا ربحناهم.